ومن الأهلي للزمالك عروض أحداد لسه بيناقشوها علشان يعني استقر المسؤولين في النادي على إعارة حميد أحداد لاعب الفريق، وبيتم مناقشة كل عروضه الخاصة باللاعب. عنده عرضين محليين وعنده عرض خارجي في المغرب، ففين لسه مش باينة، إنما وافقوا من ناحية المبدأ على إعارته أو رحيله من نادي الزمالك. اللاعب ظهر خارج الزمالك بشكل جيد، لكنه في الزمالك بيظهر بشكل أقل بكثير من المطلوب منه، وبالتالي خلاص بقى في إجماع جوه النادي بأنه اللاعب لن يكمل مسيرته مع نادي الزمالك في الموسم اللي جاي. ومن أحداد للمغربي الآخر أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول هذا الموسم، واللي وكيله سيصل في خلال ساعات لحسم ملف التجديد. أشرف من خلال يعني التفاوض المبدئي أدى موافقة مبدئية على البقاء واستمراره في نادي الزمالك، لكن وكيله جاي عشان يتكلموا في الأرقام وفي عدد المواسم وما إلى ذلك. موقف اللاعب لحد دلوقتي زي ما قلت لكم إيجابي من البقاء في النادي، لكنه منتظر وكيله عشان يتكلموا بقى بالتفاصيل في كل القصة، واللي يعني من الواضح انه الامور ماشيه في اتجاه سليم بالنسبه لاداره الزمالك، اللي متفائلين جدا ببقاء النجم المغربي المهم جدا 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 في نادي الزمالك اشرف بن شرقي.